معانا ام شروق، اهلا وسهلا يا ام شروق. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك عامله ايه؟ ايوه اهلا اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بقول لحضرتك عايزه طريقه الهمبرجر. حاضر، حاجه تانية؟ شكرا ليكي جدا يا جماعه. يلا لو سمحتوا الوصفات قولوا لنا عليها. بص بقى، هنعمل حاجه حلوه كده ولذيذه، وهي يعني احنا دلوقتي داخلين في الشتاء، او في الشتاء خلاص يعتبر جه سد الحنك. سد الحنك بس هنزود له حاجات كده، ايه نطور منه شويه. يعني هو سد الحنك كان زمان كان دقيق وسمنه وميه وسكر بس، او سمنه وسكر وعسل بدل السكر. هنعمله بقى، احنا هندلعه شويه سد الحنك ده، هنطوره نعمل خليه مودرن. سد الحنك مودرن نسميه ايه، سد البق بقى يعني، ولا سد ايه، سد الماوس حاجه كده يعني نخليه مودرن شويه. تمام، هنعمله ازاي المودرن ده؟ انا البطاطس لسه معايا عشان لسه ما استويتش، فهخليها زي ما هي، وهنشتغل دلوقتي في سد الماوس بتاعنا عشان هطوره شويه. بص هنعمله ايه، هندلعه. هجيب مثلا كوبايه دقيق. كوبايه الدقيق دي احنا هنجيب الاصل بتاعها الاول، معلقتين سمنه عليهم كوبايه دقيق عليهم نص كوبايه سكر وكوبايه ميه، ده الاصل خالص. الدلع بقى اللي هيحاول من حك المو من من حنك لماوس هيبقى شوكولاته، يبقى جوز هند، يبقى فور مايسيل، يبقى حركات بقى كده ماشي. فهناخد بقى ايه، نبدا بسد الحنك، ان هو ده كده هو طبيعته خالص اهي، ما فيهوش اي حاجه. هناخد معلقتين سمنه، معلقتين سمن، معلقتين كبار من السمن. نعم معلقتين كبار كده من السمن، ماشي مليانين يعني. معلقتين سمنه كده، يسخنوا يسخنوا قوي، واكون مجهزه بقى ايه، كوباية دقيق كوباية دقيق بالشكل ده تمام، على معلقتين السمنة الكبار، يسيحوا قوي كده ويسخنوا قوي يقرب ما يقدح يعني. معانا أم أحمد، أروح حاطة كوباية الدقيق. بص بقى بنقلب بقى شوية في الدقيق ده لغاية ما يستوي تمام كده. هاخد له بقى نص كوباية سكر على كوباية مية. هناخد نص كوباية من السكر كده، وعليهم كوباية من المية. وأدوبهم مع بعض. ممكن تحطي عسل ابيض لو مش عايز تحطي سكر، لو عندك عسل ابيض حطي عسل ابيض. بتحطي حوالي ربع كوبايه عسل ابيض ماشي. وانا هنا شغاله في الدقيق لسه، هو بغير لونه، ممكن اروح حاطه معاه بقى، هنبدا بقى في الدلع اهو، شويه جوز هند. هنبدا في الدلع بقى، بدا ايه ياخد لون، هنزل عليه بالميه اللي عليها سكر. ما تبردش معاكي وتايه وتجلد، خدي من على الوش كده ونعمل ايه كور بالشكل ده تمام. طبعا هي لونها فاتح شويه عشان انا ما حمرش الدقيق قوي، لو انت عايزاها اغمق من كده بتحمري الدقيق اكتر، بس انا سويت الدقيق. وقبل بقى ما يبرد، بس عايزه احط له الحاجات اللي عليها، ممكن حد يشتغل في الشوكولاته وحد بيحط اللي على الوش كده، شوية جوز هند مثلا
كده ماشي، شويه فورمايسل، شويه شوكولاته مبشوره، اي حاجه بقى تحب، شويه سوداني برضو حلو قوي عليها.